صباحكم سعيد من جديد، ورجعنا لاستديوهات يوم جديد، وبدنا نتحدث بموضوع في غاية الأهمية. لما بنحكي دائما على تنشئة أبنائنا وعلى بناء أسرة، في تفاصيل كتير دقيقة، مش بس تفصيلة واحدة كبيرة، وكل تفصيلة يمكن بتأدي لتفاصيل متعددة. اليوم لما عم نحكي عن علاقتنا بأبنائنا، قديش ممكن أنها تأثر أيضا على علاقتهم بالبيئة المحيطة فيهم، بأصدقائهم، بمعلمينهم، بكل الأشخاص يمكن اللي بيتواصلوا معهم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم ما في يمكن أفضل من الدكتور خليل الزيودي، وهو مستشار تربوي وأسري، ليحكي لنا عن هذا الموضوع. ولما بنحكي عن هذا الموضوع بدنا نحكي بتفاصيله، نحط إيدنا على الجرح طبعا، ونحاول نلاقي يمكن الحلول من خلالك طبعا. صباح الخير دكتور خليل. صباح الورد ألكساندر، الله يعطيك ألف عافية. مرحب، يعافي عمرك. قديش ممكن يلعب دور علاقتنا مع أبنائنا بعلاقتهم بالآخرين وكيفية اختيار أصدقائهم؟ أي صحيح طبعا. طيب خلينا في البداية نقول أن العاطفة هي بوابة يدخل منها الأهالي إلى كل تفاصيل حياة أولادهم، نفسها بوابة يخرجوا منها الأهالي من كل تفاصيل حياة أولادهم. فلازم يعتنوا اعتناء كويس بموضوع العاطفة عند أولادهم، مش بس أكل وشرب وتوصيلة و... تمام، هذا لأنه الكل يتقنه. وللأسف الناس تعتقد أن التربية هي هاي، أنه أكل وشرب وخلص وقصات مدرسة مدفوعة وكل هاي تمام. شو بده أكثر من هيك؟ يحكي لها زوجته مثلا، شو بدك أكثر من هيك؟ من حاطهم بأحسن مدارس، طب شو بدك أحسن من هيك؟ الثلاجة مليانة، شو بدك أحسن من هيك؟ والله دائما أجيب لهم بلدي، عمري ما جبت مستورد من اللحم. شكرا، كل هذا شكرا لكنه لا يكفي. ليه؟ لأن الإنسان عبارة عن كتلة من المشاعر، فإذا لم يتم التفاهم وفهم هذه المشاعر فلا قيمة لكل التسمين الذي أنت تقوم فيه. هذا واحد. اثنين، لما نتحدث عن فراغ عاطفي أو نتحدث عن تصحر عاطفي أو نتحدث عن عطش عاطفي عند أولادنا، فالسبب الأول والأخير له الأهالي، عشان نكون إحنا مدركين. طيب انت ليش عم تحكي في هذا الموضوع؟ احكي في هذا الموضوع لانه وسط هذه الماديه اللي جاذبتنا في كل مكان، كنا نعتقد انه هذا الاشي عم يلبي لاولادنا رغباتهم، صح، لكنها رغبات لا تتجاوز حاجاتهم في الحياه. لكن في حاجات جوا 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 تفاصيلها هم محتاجينها. وين؟ في علاقة القلب، في علاقة الفؤاد، في علاقة المشاعر، في علاقة دموعهم، في علاقة لهفتهم لما هم يحكوا مع الأب والأم إشي. فإذا ما وجدوا الأب والأم فرح يجدوا أشخاص كثار يلبوا لهم هذه الرغبة. ونضرب مثال عشان ما يكون الكلام بس هيك في الهواء، عيد الحب اليوم أو يوم الحب، عشان ما حدا يجحرني فيش عنا عيد إلا ماشي، يوم الحب، عيد الحب، ماشي. هل هذا الإشي موجود ومفروض على أولادنا؟ نعم. حيطلع لي واحد يحكي لي لا، احكي له استنى شوي، سيبك من الحكي اللي نسولفه أنا وياك في المضافة مع كاسة الشاي والقهوة. هل على أرض الواقع في عنا عدد كبير من الشباب والبنات، هل عنا كثير من الناس الصغار الآن اللي هو متعطشين ومتشوقين لهذا اليوم علشان يلقوا بأقرانهم وقريناتهم؟ موجودين. طيب هل هذول لما راحوا يدوروا على هذا الحب غير الناضج غير الواعي بسلوك غير ناضج وغير واعي، مين اللي بعثهم؟ الأب والأم، الإعلام، المدرسة، كل هذولا ساهموا اشتركوا في تفريغ أولادنا من العاطفة الحقيقية وخلوهم يأووا إلى تلك المناطق المعتمة. أنتوا السبب، الأهالي السبب، المدارس والأساتذة السبب، الإعلام بأشكاله وأنواعه وألوانه. ليش؟ استنى شوي على مهلك علي يا كساندرا، الله يرضى عليكي. لا، كل كلمة الآن محسوبة، تفضل بالعكس. كل كلمة الآن محسوبة لأنه الآن قاعدين يتفرجوا، بعد شوي هاشتاج مقصودة تشتغل. كساندرا خلينا مركزين، تفضل. لما نحكي عن الأهالي ليش؟ بنسأل سؤال، كم مرة الآباء والأمهات حضنوا أولادهم وبناتهم؟ الأب، كم مرة أنت لزيت بنتك على صدرك وهمست بأذنها أي شيء؟ بلاش تهمس، بس إنك تحضنها. كم مرة فاجأت أولادك وإنهم شافوك أول مرة أنت جالس معهم بدون موبايلات ولا شغل وقاعد تلعب وتسولف معهم بأي مواضيع معينة؟ كم مرة؟ أو تحب أمهم. هذا تحدي صعب لكن ماشي. أو تعبر يعني. أو بالضبط، أو تعبر عن حب. برافو عليك كساندرا، دائما مداخلاتك صح، دائما تدخل أنت صح. لما تعبر عن حب أمهم قدامهم هم حيحبوا بعض زيادة، صح. هم حيحسوا أنه بالضبط هذا هو الحب. شو أحكي لها أحبك؟ شو روح أجيب لها هدية؟ لا، هو هذا الإشي. عشان أولادك لما يطلعوا شبعان، لذلك دائما أنا أضرب مثل يا كساندرا، أقول يمروا بنتين على باب المدرسة طالعين، يجي شاب ويحكي أشي حلوة، واحدة
تبني على هذا الكلام كل هدايا عيد الحب. تمام. ووحدة ولا كأنه حكى ليه. وأحلام وخيال. بالضبط. وحدة ولا وليش؟ لأنه في وحدة مستوية تصحر عاطفي أول ما شت ونزلت شربتها الأرض. صح. أول كلمة لأنه كان في تصحر عاطفي من الأب والأم، والثانية مليانة، فكان كلام الشاب ما تجاوز بس ألفاظه ولا كأنه موجود. تمام. عشان هيك هذه دور الأول الأب والأم الأهل، دور الثاني دور المدرسة. هذا الحصن، هذا اللي ممكن يدعمنا وممكن يقوينا تجاه كل زي ما تفضلت، وممكن ممكن النفوس اللي ممكن تسوي لي لها تستغل هذا النقص العاطفي بعلاقات ممكن انها تأذي ابنائنا وبناتنا. طب لما عم نحكي يمكن استاذ خليل، يعني هي مداخلة مش سؤال، لانه انا رح اترك لك قديه هاد بطريقة غير مباشرة بخلينا احنا عم نختار لابنائنا الاصدقاء الصحيحين بدون ما احنا نختارهم. بالضبط. كيف ان نختار بدون ما نختار؟ حلو. نختار ان نهيئ اولاد، نعطيهم ادوات الاختيار. لما نصير نحكي لابننا معقول انت في عمرك 14 ولا 15 سنه، بس هذا نقاش يتم عبر ايام وسنوات، هذا الموضوع ما يجي فجاه. يعني ما يجي الاب تارك بنته ويروح مسافر ولا يكون في اي مكان شغل بعدين فجاه يجي يقول اقعد بدي احكي لك عن علاقتي قديش انا احبك، ما يزبط هذا الكلام، بده ايام وليالي وبده شغل. تمام. فتكون انت مشتغل خلال هذه السنوات على انه انت من الاصدقاء الذين يليقوا بك، انت من العلاقات اللي صح تبنيهم. تمام. لذلك دائما انا اضرب مثال واقول اكبر كارثه في مواضيع الحب إن الحب الأول لا أحد يزحزحه، يعني لو واحد حب أول مرة بعدين ترك هذا الحب وحب بعدين يبقى للحب الأول مكانة في القلب. صح. فبدك تدير بالك على خياراتك الأولى لأن القلب يبقى متقلبا، فإذا أحب أصبح فؤادا، فبدك تدير بالك. الله. الأمر الثاني، تمام، الأمر الثاني بدنا نروح له، حكينا عن موضوع المدرسة، قديش قادرين أنه الأستاذ أو المعلمة في الصف ما يعطي الأولاد أكبر من حجمهم في موضوع العلاقة، ما يعطيهم تقرب زيادة، ما يكون في رسائل خاصة على الفيسبوك بين الأستاذ والطلاب أو الطالبات أو المعلمة والطالبات. ليه؟ لأنهم عم يرفعوا سقف توقعهم. صح. والمشكلة الأكبر لما يكون الأستاذ أو المعلم هو محتاج هذه العلاقة وبعد فجأة يكتشف أنه الولد تعلق فيه زيادة، فيصير يحكي لك والله جيل هالأيام. لا، أنت فتحت له مكان لازم هو ما يكون فيها. الأمر الثالث هو مهم الإعلام، قديش الإعلام عم يطلع علينا ببعض المسلسلات ولا الأفلام ولا الأشياء اللي عم ترفع سقف توقعات الأولادنا وتعمل عنده نشوة عاطفية عالية، بس لما يجي على أرض الواقع ينصدم. صح. فيبقى قديش بنت عنا تتمنى فلان ولا سين ولا صاد يكون زوجها، ويكون على أرض الواقع قد يكون على الشاشة ملمع لكنه لا يصلح زوجا. إذن هذه أكبر الإشكاليات اللي إحنا عم نعاني فيها مع موضوع أولادنا وعن موضوع بناء العلاقات لهم، لازم ندير بالنا عليهم. طب دكتور خليل، عرفنا قديش وبداية حديثنا قديش ممكن هذا يشكل التصحر العاطفي زي ما تفضلت، مشاكل مع أبنائنا، وممكن أنه أي حدا يستغلهم استغلال سلبي، هم غير محصنين غير مليانين عاطفيا. صح. طب لما عم نحكي هلأ، يعني كل الأشخاص اللي عم بيشاهدونا يمكن من غير قصد، لأنه الدنيا تلاهي والناس عم تركض حتى تقدر إنها تأمن لقمة عيشها، وزي ما قلت بفكروا الأمور الأساسية، وهي أمور أساسية أكيد. صح. إن الواحد يعيش حياة كريمة، كيف بيقدروا يستدركوا الموضوع؟ كيف بيقدروا يبلشوا يتصرفوا اتجاه هذا الموضوع؟ وأيضا عم نحكي عن انفتاح احنا مش مستعدين له، كنا من خلال كمان مواقع التواصل. صح. الاجتماعي. اولا تنبيش تفتيش. صح. كيف؟ صح تماما. اول شيء لازم نشتغل على هذه القضيه، اولا لازم اولادنا يثقوا فينا، وعشان اولادنا يثقوا فينا لازم يتعلم الاباء والامهات ان يعترفوا باخطائهم علنا. احنا قصرنا، احنا غلطنا، احنا كنا ملتهيين عنكم، احنا خطأنا واحنا جايين نصلح خطأنا. الاب والام الذين كانوا في غربه نفسيه وعاطفيه عن اولادهم يعترفوا باخطائهم. اكبر مشكله يا كساندرا تعرفي ايش؟ ايش؟ في لحظه انه احنا نصير نبرر اخطائنا. لما نصير احنا غلطانين نصير نحكي طيب انا بدي اجيب لهم اكل، طيب ما انا جايب لهم اقساط مدرسه، بس بدي نعلق عليها اخطاء. هذه اكبر مشكله. فاول شيء سيبك من الشماعه واعترف وقدم بين يدي نجواك صدقة وقول يا جماعة الخير والله إني أنا غلطان، عشان نعرف نحل. بس إذا أنت مو غلطان ومعترف أنك مو غلطان ترى كل لقاءاتنا لا قيمة لها. صحيح. اثنين، الأمر الثاني هو كثير مهم، كم أنت قادر ما تخطب على أولادك لما تجي تخطب، يعني تعمل محاضرات تنظير. بالضبط. حاول مرة تكون أنت الذي تستمع أكثر. اسكت
اسكت يا زلمة، تخيل تخيل قديش الطلب صعب. اقعد مع اولادك واسكت واسمع، اصغي اصخ لهم السمع، خلهم يحكوا، خلهم يعبروا، خلهم يفيضوا. الثالث احترم خصوصيتهم. يعني اذا ابنك حكى لك ما في شيء في الموبايل ما تفتشه، لكن بشرط واحد، ان يكون في ثقة. هل انا مع تفتيش موبايلات الاولاد بغياب الابناء؟ نعم، بشرط انك تكون انت علاقتك فيه ممتازة وقوية وحضرته. ممكن يكون في ملاحظات، فانت عشان يطمئن قلبك لانه تضل الاب والام، لكن هذا الاشي ما يصح للاستاذ ولا المعلم يعمله. طبعا الاب والام نعم يحق لهم انهم يفتشوا موبايلات اولادهم واجهزتهم وما يعرفوا، لانه في نهايه المطاف ابوه وامه، بس المعلم او المرشد او مين ما كان الشخص لا يحق له ان يفتش التليفون بدون هو ما يعرف. الامر الثالث بعد ما حكينا الثقه، الامر الرابع وهو كثير مهم في بناء علاقتنا مع اولادنا، لازم نشتغل على قضيه انه احنا نشوف شو الاشياء اللي يحبوها ونتناقش فيها عشان نحكي لهم شايف كيف انا رايح معك، والاشياء اللي انت ما بدك اولادك يعملوها ما تنزل عليهم لا. يعني براشوت ما تنزل كلمه لا براشوت، هو بدي صاحب فلان ما تحكي له لا والله ما تروح معه لانه مو فاهم ليش، تعال احكي معه، قعد مع بعض ناقش ليش لا، ليش هذا الشخص لا بالذات، شو ليش اخلاقه، شو تصرفاته، طب شو مآلات هذا التصرف اذا كان موجود. برضو هذا كله، هذول الاربعه نحطهم في دائرة ونكتب جنبها إذا أنت قريب من أولادك عاطفيا. بس إذا أنت مستقيل عاطفيا ومستقيل نفسيا مع أولادك، أبشر بطول سلامة يا مربعو، لا قيمة لكل هذا الكلام اللي إحنا عم نحكي فيه. طيب دكتور خليل، يعني كلام ولا أروع، والتحصين العاطفي يمكن من أهم التحصينات لكل الأشخاص بكل الأجيال، إحنا محتاجين هذا التحصين دائما وأبدا نغذيه. بس ممكن كتار عم بيسمعونا بيقولوا طب كيف بدنا نعمله في ظل كل هاي الظروف الإحباط اللي إحنا عايشينها بصراحة؟ يا الأب بيجي تعبان، الأم يمكن امرأة عاملة عليهم قروض ما عم بيقدروا يعطوا، كيف منقدر ننصحهم يعني حابين يعملوا هذا الشيء ولكن مش قادرين؟ طيب أول إشي عشان يعملوا هذا الإشي، ابعدوا عن المسخرة والاستهزاء بأولادكم. أول إشي، وهذا الإشي مو بس عن الأباء والأمهات، برضو لكرام الموجودين على صفحات وسائل التواصل. اليوم كل واحد حيمسك تلفونه ويشوف أي شاب وبنت قاعدين بقاع شجرة ولا موخدين زاوية ويصوروهم يحطوهم على الصفحات. هذا اسم أنت ما عم تعالج المشكلة. مرات لما تشوفي واحد غلطان وتعري غلطه أمام الناس يزداد عنادا، ما يحكي لك ما خلص خلصت، ما يصير نروح نلتقي في الشباب هذولا ونساوي نطلع منهم تعابير جياشة هو مو مدرك لكلامه عشان نحكي الآن أنا بدي أعدل سلوكه. أول إشي نتجاوز كلنا فكرة تعرية الناس عندما يخطئون، هذه قضية مهمة، هذا كثير مهم، بس هذا بده شغل لسه مطولين مشوارنا. تمام، هذا واحد. الأمر الثاني علشان نخلي الأهالي يستدركوا ما فات منهم، نقول له مين أولوية، مرتب أولوياتك. لما يكون الواحد في عز الشغل يا كساندرا، في عز الشغل ويكون محتاج سيجارة شو وما معه دخان شو يعمل، والشغل فوق راسه متلتل شو يعمل، مستعد يترك كل شيء ويرتب أموره عشان يوصل الدكان 10 دقائق يجيب باكيت دخان ويرجع ليه، لأنه في حاجة في الجسم طلبت السيجارة. صح، ممتاز. هل هنالك حاجة في عقلك وفؤادك وتربيتك طلبوك أولادك فيها؟ لا، عندك مشكلة. بس رتب، أنت تقدر تقعد مع حالك وتعرف أن أولادك محتاجينك. كم مرة الصبح إحنا قلنا لهم اركبوا في السيارة أنا بدي أوصلكم على المدرسة، وطول الطريق وأنا أحكي معهم، لما يروحوا من المدرسة، لما نكون قاعدين على الأكل ننتزع. إذا أردنا فعلا نصلي علاقتنا مع أولادنا ننتزع وقت، قادرين جروب واتساب، دائما أنا أحكي الأب والأولاد يعملوا جروب واتساب، هذا فيش فيه بهادل ولا مشاكل، هذا بس نكات ومزح وتقويت، يعني أقلها يكون عنا خطوة إلى الأمام. بالضبط، هذا التواصل. تمام، إذا بدنا يعني شو بدي أحكي على كلامك يا دكتور خليل لزيود مستشار تربوي وأسري، كلام ولا أجمل. يا ريت نقدر فعليا إنه ننفذ هاي الأمور. نحاول، تعرفي كساندرا إحنا مو محتاجين ننفذها 100%، احنا محتاجين نحاول. تعرفي لما يشوفوا اولادنا ان عم نحاول نحبهم هم حيقربوا. يا سلام. بس نحاول، انا ما بدي منك ان تكون انت صادق في المحاوله لو ما زبط، ولكن يكفينا شرف المحاوله. بس يكفينا شرف يسعدك. المحاوله ان شاء الله يا ربي المحبه دائما بتكون دائمه، ونحاول ما زي ما انت قلت نرتب الادوار، احنا تمام. محتاجين كل واحد ياخذ دوره. صح. الحقيقي. صح. في هاي الحياه، وما يغفل عن الجانب العاطفي اللي اكيد اذا كان معبى كثير من التفاصيل ممكن طبعا تكون اسهل لقدام. صح. كل الشكر لك دكتور خليل. الله يسعدك. شكرا لك كساندرا، شكرا، الله يرضى عليك، شكرا.